اليوم مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعه السابع ويضع لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية. مصرع 5 جنود سوريين إثر هجمات صاروخية إسرائيلية تستهدف مطار دمشق الدولي. روسيا تدشن خطا دفاعيا في شرق أوكرانيا وكييف تواصل هجومها المضاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة النيل للأخبار. يعقد اليوم مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه السابع بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يعقد المجلس لقاء تعارفيا مع المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وبالاستماع لوجهات نظرهم وكذلك وضع مهام مقرري اللجان ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس. يعقد اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر مؤتمرا صحفيا حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ويستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 122 طن مواد غذائية وغير غذائية، حيث تمكنت من ضبط 67 طن مواد غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، كما تمكنت من ضبط أكثر من 55 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تمكنت من ضبط 712 قضية من بينها 54 لخبز ناقص الوزن و73 قضية للخبز غير مطابق للمواصفات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي 2022-2023، وأشار المركز أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت تلك الأنباء وشددت على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هي دون أي تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مناشدة الطلاب والأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أصدر الفريق أول محمد حمدان دخلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عقب اجتماع عقده مع رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بيانا أعلن فيه موافقة القادة العسكريين على أن تعين قوى سياسية مدنية رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة. وجاء في البيان أن القائدين العسكريين أعاد التأكيد على الالتزام بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بعد تعيين حكومة مدنية. أعلن الجيش الصومالي مقتل 35 عنصرا من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جرت بمناطق تابعة لإقليم هيران بوسط البلاد. كما تمكن الجيش الصومالي من تصفية 150 عنصرا من ميليشيا الشباب خلال العمليات في الأسابيع الماضية، داعيا الإرهابيين إلى الاستسلام للحكومة والاستفادة من العفو العام. وكانت قوات الأمن الصومالية قد اعتقلت ليلة أمس 10 عناصر من ميليشيا الشباب الإرهابية كان بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.
أكدت وزارة النقل السورية اليوم أن مطار دمشق الدولي يعمل بشكل طبيعي في خدمة المسافرين وفق حركة النقل الجوي المعتادة، وذلك بعد ساعات من إعلان الدفاع السوري مقتل 5 جنود سوريين إثر هجمات صاروخية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مطار دمشق الدولي. عدوان إسرائيلي جديد على الأراضي السورية، غارات صاروخية تستهدف هذه المرة العاصمة دمشق. وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا نقلت عن مصدر عسكري قوله إن 5 جنود سوريين استشهدوا في هجوم إسرائيلي قرب مطار دمشق فجر اليوم السبت، وأسفر كذلك هذا الهجوم عن وقوع بعض الخسائر المادية. وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب العاصمة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. كانت غارات جوية إسرائيلية قد استهدفت الشهر الماضي مطار حلب مرتين، كما شنت إسرائيل في الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع الجيش السوري وأهدافا لقوات أخرى. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق الحيوي، وكان آخرها استهداف المطار ومحيطه في 10 يونيو الماضي بغارات جوية إسرائيلية. أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم أن الأزمة السياسية التي يمر بها العراق قد تكون الأصعب منذ عام 2003، داعيا جميع القوى السياسية إلى وضع العراق والعراقيين نصب أعينهم وحل الأزمة الراهنة. وقال الكاظمي في بيان لها أن العراق أمانة في أعناق جميع الطوائف التي تجمع الشعب العراقي، مثنيا على دور القوات الأمنية التي ما تزال تنتشر في ربوع العراق لملاحقة الإرهابيين. يشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر عام 2021 وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد. أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري أن الخطة الأمنية أحبطت جميع مخططات عصابات داعش الإرهابية في جميع المحافظات العراقية. وقال الشمري إن الخطة الأمنية عملت على تأمين جميع مداخل ومخارج محافظة كربلاء بجهد استخباري، معربا عن شكره لجميع القوات الأمنية على الجهد الكبير خلال الفترة الماضية. غادر الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط القاهرة صباح اليوم متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن تشهد الزيارة عقد عدد من الفعاليات على رأسها مؤتمر وزاري مهم حول تمويل الأونروا وقمة بشأن تحويل التعليم واجتماع حول حقوق الأقليات. كما يجري أبو الغيط مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين للتباحث حول سبل تطوير التعاون بين الجامعة العربية والأطراف الدولية والإقليمية. ونعود مشاهدينا للشأن المحلي، حيث يعقد اليوم مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه 7 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل النيل أحمد ممدوح. أحمد، هل لك أن تعطينا المزيد من التفاصيل؟ داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، حيث يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه 7، ومن المقرر أن يعقد المجلس لقاء تعارفيا مع المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والاستماع لوجهات نظرهم، كذلك وضع مهام مقرري اللجان
ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس. قد وصل قطار الحوار الوطني لمرحلة فاصلة بعد التوافق على مرشحي المحاور الرئيسية والاتفاق أيضا على مقرري اللجان ومساعديهم بعد نحو شهرين من انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في 5 يوليو الماضي، معلنا أن اختلاف الرأي لا يفسد في الوطن قضية. هذا هو شعار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عدة أشهر لجمع كافة القوى السياسية والشبابية من مختلف الجهات حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. يعني 6 جلسات تحضيرية هي عمر مجلس أمناء الحوار الوطني ما بين انطلاقه في يوليو الماضي واتفاقه اليوم في سبتمبر على مرشحي المحاور الرئيسية الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وأيضا رؤساء اللجان ومساعديهم، بهدف التمهيد للبدء في الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري. أيضا الأسماء التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير قبل يومين والذي انعقد في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لقد قبولا وردود فعل مقبولة لدى السياسيين وممثلي الأحزاب السياسية في مصر، والذين أعربوا عن تفاؤلهم بالاختيارات التي تميزت بالتنوع والكفاءة. يعني نستطيع القول أن إدارة الحوار الوطني تتم بشكل متوازن والجميع يعرض وجهات نظره بحرية لجمع كل الأطياف والطيارات السياسية للوصول لرؤية مشتركة بما يخدم أهداف الدولة المصرية من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن المصري. إليك ذلك. أشكرك شكرا جزيلا أحمد ممدوح مراسل قناة النيل للأخبار. واصلت أوكرانيا عملياتها الهجومية في شمال شرق البلاد في الوقت الذي أقامت فيه القوات الروسية خطا دفاعيا بين نهر أوسكيل وبلدة سافتوف، وتسعى روسيا لإحكام سيطرتها على تلك المنطقة كونها تمر عبر أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة التي لا تزال موسكو تسيطر عليها. ويقع هذا الخط على طول حدود منطقة تعد جزءا من إقليم دونباس الذي تسعى روسيا للسيطرة عليه خلال حملتها العسكرية على أوكرانيا. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك الأوكراني مقتل مدنيين 2 وإصابة 11 آخرين جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم خلال الساعات الماضية. وذكر رئيس الإدارة العسكرية للإقليم أن أكثر من 850 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 2100 آخرين في منطقة دونيتسك منذ بدء العمليات العسكرية الروسية. كما أضاف أن مناطق دونيتسك تتعرض باستمرار للقصف الروسي ولا يوجد إمدادات غاز هناك فضلا عن نقص كبير في إمدادات المياه، لافتا إلى أنه تم إصدار أوامر بالإخلاء الإلزامي من المناطق السكنية. أعلنت سلطات مقاطعة خيرسون مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني لمبنى إدارة المقاطعة بصاروخ هيرمس وسط المدينة. وفي سياق آخر حذرت سلطات خيرسون من أن نظام كييف يحضر الاستفزاز بمدينة إزيوم بمقاطعة خاركوف على نهج استفزاز بوتشا، وأشارت إلى أن نظام كييف نقل وسائل إعلام أجنبية للتغطية، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العثور على مقبرة جماعية في المدينة. أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الفظائع التي ارتكبت في مدينة إزيوم الأوكرانية والتي تم العثور على أثرها على مئات الجثث المدفونة في مقبرة جماعية. قد يبدو المشهد من أعلى طبيعية، مدخل لغابة لا أكثر، لكن عندما تهبط على الأرض وتمعن النظر تتكشف لعينيك كارثة حقيقية. إنها مقبرة جماعية. الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية لمدينة إزيوم الأوكرانية منذ مارس وحتى أغسطس تظهر أن تلك الغابة على مشارف إزيوم كانت موقع دفن هائل، وأوكرانيا تقول إن مئات الجثث عثر عليها هناك. المسؤولون الأوكرانيون قالوا إنهم عثروا على مئات الجثث، بعضها مكبل اليدين من الخلف، دفنت في الغابة التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها من روسيا. الرئيس الأوكراني قال إن ذلك المشهد
يمثل دليل إدانة حقيقي على ارتكاب جرائم حرب ارتكبتها روسيا. صور الأقمار الصناعية والتي يعود بعضها لمارس الماضي أظهرت مباني ومستشفيات في إيزيوم بعضها لحقت به أضرار قصف وبعضها تهدم تماما. زيلينسكي قال إن الكثير من الجثث دفنت في مواقع أخرى شمال شرقي إيزيوم. وفي المقابل اتهم فيتالي غانشيف رئيس الإدارة الموالية لروسيا التي انسحبت من المنطقة الأسبوع الماضي، اتهم القوات الأوكرانية بارتكاب تلك الفظائع في إيزيوم. خارج المدينة كان مسؤولون يلبسون سترات واقية يبحثون في الأرض لاستخراج الجثث في موقع الدفن، حيث يتناثر نحو 200 صليب خشبي بين أشجار إحدى الغابات. إذا تم تأكيد هذا العدد من الجثث سيكون موقع الدفن في إيزيوم التي كانت في السابق أحد المعاقل الروسية على خط المواجهة أكبر مقبرة جماعية يعثر عليها في أوروبا منذ حرب البلقان في تسعينيات القرن العشرين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ليست في عجلة من أمرها فيما يخص عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده تتحرك بثبات نحو هدفها النهائي. في تصريحات أعقبت قمة منظمة شنغهاي للتعاون، سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقليل من أهمية هجوم مضاد مباغت تشنه القوات الأوكرانية على خاركيف، محذرا من أن روسيا سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغوط. بوتين برر العملية العسكرية التي تشنها بلاده على أوكرانيا معتبرا أنها ضرورية لمنع ما وصفه بأنه مخطط غربي لتفكيك روسيا، وأن الهدف الرئيسي منها هو تحرير كامل أراضي دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا. وفيما يخص أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا، نفى بوتين أي علاقة لبلاده بها، وقال إنه إذا أرادت دول الاتحاد الأوروبي المزيد من الغاز فعليها مطالبة أوكرانيا بفتح خطوط الأنابيب ورفع العقوبات التي تمنع فتح خط أنابيب نورد ستريم 2 عبر منطقة البلطيق. لا طالما أوفت غازبروم وروسيا بتعهداتها وتعتزم الوفاء بها دائما بموجب الاتفاقيات والعقود المبرمة، لم يكن هناك ولن يكون أبدا أي تقاعس من جانبنا. كانت روسيا قد قطعت إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا لأنهما رفضتا دفع المقابل بالروبل بدلا من العملة المنصوص عليها في العقود، كما أغلقت خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى بدعوى أن العقوبات الغربية تمنع إجراء إصلاحات ضرورية، في حين ترفض أوروبا ذلك المبرر باعتباره ذريعة واهية للانتقام اقتصاديا من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم عن استضافة بروكسل لاجتماع مرتقب بمشاركة الناتو ومجموعة الاتصال الخاصة بمساعدة أوكرانيا في 28 من سبتمبر الجاري، وذلك لمناقشة أفضل السبل أمام الصناعات الوطنية الدفاعية من أجل تزويد كييف بالقدرات التي تحتاجها في المستقبل. وكان المتحدث باسم البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تسليم أول نظامين للدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى إلى أوكرانيا في غضون الشهرين المقبلين. أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ عن اعتقاده بأن الانتصارات العسكرية التي حققتها القوات الأوكرانية مؤخرا ضد القوات الروسية جاءت نتيجة الدعم غير المحدود الذي يقدمه الحلف لكييف. وأشار ستولتنبرغ بأنه على الرغم من تلك الانتصارات إلا أنه من السابق لأوانه القول بأن الحرب هناك أوشكت على الانتهاء، حيث أن روسيا ما زالت تسيطر على ما يقرب من 20% من الأراضي الأوكرانية، كما أن الآلة العسكرية الروسية ما زالت تحتفظ بقدرات كبيرة على حد وصفه. قالت خدمة حرس الحدود القرغيزية إن الجانب الطاجيكي قام صباح اليوم بقصف مستوطنة باسكي أريك في منطقة باتكين بقرغستان، وكانت اشتباكات قد اندلعت على الحدود بين قرغستان وطاجكستان الأربعاء الماضي عندما تسلل حرس الحدود الطاجيكي إلى منطقة حدودية بالقرب من منطقة باتكين بقرغستان وتبادلوا إطلاق النار مع الجانب القرغيزي. في العاصمة البريطانية لندن واصل آلاف المواطنين البريطانيين تدفقهم في طوابير طويلة تمتد أميالا من أجل إلقاء نظرة الوداع
الأخيرة على جثمان الملكة إليزابيث الثانية. مع تدفق عشرات الآلاف من البريطانيين إلى لندن قبل إقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الاثنين القادم، اكتمل طابور امتد أميالا يضم معزين يقفون بانتظار رؤية النعش، فيما أوقفت السلطات دخولهم إلى قاعة ويستمنستر مؤقتا بعدما تضخمت الأعداد. وفي مشهد مهيب انضم مواطنون من جميع الأعمار ومختلف الأطياف إلى طابور إلقاء نظرة الوداع على الملكة الراحلة الذي يمتد بطول الضفة الجنوبية لنهر الثيمز، ثم يعبر فوق النهر إلى قاعة ويستمنستر بالبرلمان. وبعد مرور ساعات فقط امتدت صفوف المعزين لمئات الأمتار في مظهر ينم عن حب واحترام الشعب للملكة الراحلة التي توفيت في اسكتلندا في 8 سبتمبر الجاري عن 96 عاما، وامتد جلوسها على العرش 70 عاما. وفي زاوية مختلفة من المشهد انضم الملك تشارلز الثالث وشقيقته الأميرة آن وشقيقاه الأميران أندرو وإدوارد إلى حرس الشرف في وقفة صامتة حول النعش لمدة 15 دقيقة. كان مسؤولون بريطانيون قد تعهدوا في وقت سابق بإقامة تكريم يليق بالملكة الراحلة خلال مراسم الجنازة يوم الاثنين القادم، كاشفين عن تفاصيل اليوم التاريخي الذي سينتهي بدفنها في مراسم مغلقة في قصر وينسور. ستكرم الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت قبل أسبوع عن 96 عاما، وتولت العرش طوال أكثر من 70 عاما في جنازة رسمية صباح يوم الاثنين المقبل في كنيسة ويستمنستر بحضور قادة وزعماء وشخصيات من عائلات ملكية من سائر أنحاء العالم. مشاهدينا، نشاطنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. عشرات الآلاف في باكستان يصابون بأمراض معدية عن طريق مياه الفيضانات. والآن موعدكم وأخبار الاقتصاد في بانوراما النيل، حيث نبدأ بالعنوان الرئيسي: وزيرة البيئة تواصل سلسلة اجتماعاتها استعدادا لمؤتمر المناخ، وتعقد اجتماعا مع جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ. أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. حيث عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعا ثنائيا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري لمناقشة المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة في اجتماعات الدورة 18 لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالسنغال. وأكدت وزيرة البيئة على أهمية استمرار دعم الجانب الأمريكي للبرنامج المصري الخاص بربط الطاقة والمياه والغذاء توفي للوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق هذا البرنامج، في حين أكد كيري على أهمية دفع وتيرة العمل المناخي في كوب 27 ليكون مؤتمر للتنفيذ رغم التحديات العالمية. أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ. وأشار وزير المالية أن تلك الخطوة تأتي اتساقا مع أهداف تطبيق المعايير المصرية الدولية للحفاظ على البيئة وأمن الموانئ والمواطنين والاستفادة من التجارب العالمية في مجال الجمارك الخضراء. وأوضح الوزير أن وحدة متابعة المهمل والراكد بمصلحة الجمارك قد نجحت في التخلص الآمن من 99% من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن، مشيرا إلى أن حصيلة بيع البضائع الراكدة بالموانئ بلغت 1.3 مليار جنيه منذ يناير 2020 وحتى الآن.
تلقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم تقريرا من السيدة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة. وصرح وزير الري أنه يتابع بصفة مستمرة أداء منظومة الشكاوى بالوزارة لضمان تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمنتفعين والاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة. ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة الشرقية والتي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تشهد قرية بحر البقر 2 العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية تشمل كافة التخصصات لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين. للمزيد من المتابعة انضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل قناة النيل محمد عبد الصبور. تفضل محمد. تحياتي لك زميلي العزيز، تحياتي لمشاهدي قناة النيل الأخبار على الهواء مباشرة وتحديدا من هنا من قرية بحر البقر 2، هذه القرية التي كان بها ذكرى سيئة عام 1972 إبان الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، حيث قصفت هذه المدرسة التي تراها ورأي في حادثة كانت فاجعة في هذا التوقيت، ولكن هذه المدرسة دخلت ضمن حياة كريمة والقرية بأكملها دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة لتلقى كل الدعم وتلقى كل الخدمات التنموية والصحية والتعليمية والشبابية ومختلف الخدمات. خلينا نتكلم النهاردة عن خدمات مختلفة تتنوع ما بين خدمات صحية متمثلة في قافلة طبية أو خدمات ثقافية ممثلة في وجود مسرح أو خدمات رياضية من خلال عقد اختبارات للشباب والأطفال وغيرها من الخدمات. خلينا مباشرة نلتقي مع الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية ليحدثنا عن هذه الخدمات الصحية، وهذه ليست هي الخدمة الأولى ولكن يمكن وزارة الصحة أو مديرية الصحة في الشرقية في واقع الأمر تقوم بالعديد من الخدمات الصحية في كافة المناطق النائية والقرى النائية والمتطرفة والبعيدة سواء التي تدخل ضمن حياة كريمة أو القرى الأخرى. دكتور خالد، النهارده خدمه طبيه متميزه، شايف تجاوب كبير من الاهالي، شايف اشاده كبيره من الاهالي بمستوى ما يقدم من خدمات طبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا النهارده بصدد تدشين القافله الطبيه الخاصه انت تبع حياه كريمه، عندي 6 تخصصات اساسيه، الاطفال والجلديه والعظام والرمد والبطنه وتنظيم الاسره والنساء، ومضاف عليها خدمه جديده اللي هي خدمه تطعيمات الكورونا بالجرعات الثلاثة، وده طبعا بحيث ان المواطن يقدر ياخد الجرعة الثانية، بياخد الجرعة الاولى بيكسل ان هو يجي ياخد الجرعة الثانية. انا النهاردة جبت لك التطعيم لغاية عندك، فالمفترض ان المواطن يجي ويطعم اثناء ما اخد، بخلاف عندنا صيدلية، الصيدلية فيها كل الادوية للتخصصات، واي حالة بيتم حجزها او بيتم تحديد ان هي تدخل مستشفى بنحولها على مستشفى الحسنية المركزي. تمام. النهاردة أيضا في أنشطة توعوية وثقافية خاصة بالجانب الطبي داخل هذه القرية. الحقيقة فعلا احنا مركزين على الأنشطة التوعوية، ودي أنا شايف أنها مهمة جدا بالنسبة لحاجتين، للأمراض المعدية، وحضرتك عارف أن احنا داخلين على موسم المدارس. الحاجة الثانية بالنسبة لتنظيم الأسرة، وتحديدا تنظيم الأسرة حضرتك عارف أن نسبة الزيادة السكانية ابتدت تعلى، ده بيأثر طبعا على حاجات كتير جدا، فبننصح السيدات بالتباعد ما بين الطفل والآخر، ده بيؤدي إلى سلامة صحتها وأنها تقدر تستطيع متابعة الأولاد. فطبعا كذا دور مهم جدا للتثقيف الصحي، ويمكن الرائدة الريفية برضو هنا عاملة دور مهم جدا، والقافلة معمولة في مدرسة شهداء بحر البقر 2، دي من ضمن يعني فعالية من ضمن حاجات الحياة كريمة. عايز اقول لحضرتك ان حياه كريمه طورت في الاماكن اللي موجوده عندنا وحدات كتيره، وبتمنى ان المواطن يحافظ على هذه المنشاه، ده طبعا بخلاف ان وزاره الصحه بتعمل قوافل علاجيه على مدار الشهر، من اساسي في الجدول بتاعها ان احنا بنغطي منشيه ابو عمر وصان الحجر والحسنيه باعتبار ان هم المرحله الاولى لحياه كريمه، وبالتاكيد البلاد دي بتبقى اقل حرمانا من الخدمه الطبيه. دكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة الشرقية، أشكرك شكرا جزيلا. عفوا. شكرا. عفو.
يعني هذه هي الصورة هنا داخل محافظة الشرقية وداخل مدرسة بحر البقر 2 التي تدخل ضمن حياة كريمة بخدمات صحية متنوعة وشاملة، بالإضافة لخدمات ثقافية وتعليمية ورياضية أيضا ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية داخل الريف المصري وداخل القرى المصرية. أشكرك شكرا جزيلا محمد عبد الصبور مراسل قناة النيل على هذه المداخلة، وأيضا الشكر لضيفك الكريم. علق البرلمان اللبناني المناقشات الخاصة بموازنة عام 2022 بعدما تسبب انسحاب نواب في فقدان النصاب القانوني، وسيؤدي ذلك لانسحاب إلى مزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ عام 2019 دفع بأكثر من 80% من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة. سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على تقرير صادر من البنك الدولي يحذر فيه من أن العالم يتجه نحو حالة من الركود الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات النمو. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني حالة من التدهور هي الأسوأ من نوعها منذ مرحلة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت الاقتصاد العالمي في عام 1970. وأكد التقرير أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم وهي أمريكا والصين ومنطقة اليورو تعاني من تباطؤ كبير في معدلات النمو، وقد يؤدي تراجع الاقتصاد على مستوى العالم إلى انزلاق تلك الاقتصادات إلى حالة من الركود خلال العام القادم. حذر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية من أن صناعة العملات المشفرة تسببت في الكثير من عمليات الاحتيال والسرقات وأدت لخسائر بلغت 1.6 مليار دولار بالولايات المتحدة في العام الماضي. وحثت وزارة الخزانة الأمريكية في التقرير الجهات الرقابية على استغلال السلطات المتاحة لها بالفعل وليس انتظار الكونغرس لتحديد الجهة التي تتولى تطوير هذا القطاع، وهو ما يشجع الجهات المختصة ومسؤولي إنفاذ القانون للتعاون في إجراء تحقيقات أكثر صرامة في أي أنشطة يشتبه في عدم قانونيتها في أسواق العملات المشفرة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط قليلا بعد تسرب في مرفأ البصرة العراقي، لكنه سجل خسارة أسبوعية وذلك وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكبح النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا لأصل إلى 91.35 دولار للبرميل وذلك عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا مسجلة 85.11 دولار عند التسوية. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 1672 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن الأخرى ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% لتصل إلى 19.39 دولار للأوقية. في المقابل هبط البلاتين ليسجل 902.50 للدولار، وكما انخفض البلاتيوم ليصل إلى 2112 دولار. في الأسواق الأمريكية أغلقت الأسهم على انخفاض حاد حيث هوت إلى أدنى مستوياتها في شهرين، وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة إلى مستويات لم تنزل إليها منذ منتصف يوليو. وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 نقطة بنسبة 0.69%، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.90%، وانخفض كذلك المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.46%.
إذن مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، وما زلنا معكم في بانوراما النيل، حيث أظهرت بيانات أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن الفيضانات الهائلة التي اجتاحت باكستان تسببت في أمراض معدية لعشرات الآلاف من الأطفال والنساء، كما أصبحت المناطق التي غمرتها الفيضانات موبوءة بأمراض من بينها الملاريا وحمى الضنك والأمراض الجلدية وغيرها. مع تجاوز إجمالي أعداد القتلى جراء الفيضانات في باكستان 1500 شخص، يعاني عشرات الآلاف من الأطفال والنساء من أمراض معدية نقلتها المياه جراء الفيضانات، وذلك وفقا لأحدث البيانات التي أظهرها تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن أن المياه الراكدة تسببت في ظهور الأمراض التي نقلتها المياه، وقد تستغرق تصريف المياه من شهرين إلى 6 أشهر في المناطق المختلفة الكارثية، وأصبحت المناطق التي غمرتها الفيضانات موبوءة بأمراض من بينها الملاريا وحمى الضنك والإسهال والأمراض الجلدية. وجاء في التقرير أن أكثر من 90,000 شخص عولجوا في وحدة بالإقليم الأشد تضررا من الفيضانات الكارثية. وضع العائلات محزن للغاية، والقصص التي سمعتها ترسم صورة قاتمة. نرى أطفالا يعانون من سوء التغذية ويصارعون الإسهال والملاريا وحمى الضنك، والعديد منهم يعانون من أمراض جلدية مؤلمة. ويحتاج مئات الآلاف من الأشخاص النازحين إلى الدعم من حيث الغذاء والمأوى ومياه الشرب النظيفة والمراحيض والأدوية، وكان كثير منهم ينامون في العراء على جانب الطرق السريعة. المياه حارقة للغاية، نحن ليس فقط نعيش فيها ولكننا نشربها، ليس لنا بديل آخر غيرها، الحكومة لا توفر لنا مياه صالحة للشرب. وأدت الأمطار الموسمية القياسية في جنوب وجنوب غرب باكستان وذوبان القتل الجليدية في الأجزاء الشمالية من البلاد إلى حدوث فيضانات أثرت على ما يقرب من 33 مليون شخص في الدولة الواقعة في جنوب أسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، ودمرت منازل ومحاصيل وجسور وطرق ومشية، وتسببت في أضرار تقدر بنحو 30 مليار دولار. قال خبراء أرصاد في الولايات المتحدة إن سكان الساحل الغربي لولاية ألاسكا الشاسعة يستعدون لعاصفة هائلة قد تكون واحدة من أسوأ العواصف في التاريخ الحديث، حيث ينتظر هبوب رياح عاتية وأمواج عالية يمكن أن تقطع التيار الكهربائي وتتسبب في حدوث فيضانات. وأضاف مسؤولون في شؤون المناخ أن العاصفة القادمة تعد بقايا ما كان يعرف باسم إعصار ميربوك الذي أثر على أنماط الطقس في ألاسكا وخارجها. مشاهدينا بانوراما النيل مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. مسبار صيني يظهر وجود نسبة عالية من الماء في المعادن الموجودة على سطح القمر. وما زلنا مشاهدينا في بانوراما النيل، حيث نتحول إلى الصين، والتي كشفت أن تحليل عينات القمر التي جلبها المسبار الصيني تشانغ آ 5 إلى الأرض عن أن المعادن الموجودة على سطح القمر تحتوي على نسبة عالية من المياه المشتقة من الرياح الشمسية. وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن باحثين من معهد الجيوكيمياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجدوا كمية كبيرة من الماء في عينات التربة القمرية المعادة إلى الأرض بمحتوى يقدر بما لا يقل عن 170 جرام من الماء لكل طن من تربة القمر. وقال تانغ هونغ عضو فريق البحث، في المستقبل يمكن استخراج المياه السطحية القمرية كمكمل لاحتياجات دعم الحياة لمحطة الأبحاث القمرية المخطط لها. وفي ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، هذه تذكرة بأبرز العناوين. اليوم مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعه 7 ويضع لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية. مصرع 5 جنود سوريين إثر هجمات صاروخية إسرائيلية تستهدف مطار دمشق الدولي.
روسيا تدشن خطا دفاعيا في شرق أوكرانيا، وكييف تواصل هجومها المضاد. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية، للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.